كيف فسر السلف قوله تعالى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، وهل نقل إجماع في تفسيرها؟ فسروها بأن هذه أوصاف كلها لمن لم يحكم بما أنزل الله، أنه كافر وأنه فاسق وأنه ظالم. ولكن يقولون إن كان يعتقد أن هذا جائز، أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مساو له، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد ويعترف أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، وأن الحكم بغيره حرام، ولكنه فعله لهوى أو لرشوة أو لغير ذلك، فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو كفر عملي لا يخرج من الملة، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب ما دامت عقيدته باقية لأن الواجب هو الحكم بما أنزل الله. أما إذا كان يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله هذا كافر كفر أكبر، لأن عقيدته مختلة. نعم.